يوم الأحد من الأسبوع السادس من الصوم الكبير، إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني يا رب، استمع صلاتي، انصت بحقك إلى طلبتي. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا. وفيما هو مجتاز رأى رجلا ولد أعمى، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن نعمل أعمال الذي أرسلني ما دام النهار. يأتي الليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى به عيني المولود أعمى، وقال له: امضي واغسل وجهك في بركة سلوان، الذي تفسيره المرسل. فمضى وغسل وجهه وأتى بصيرا. وأما جيرانه والذين كانوا يعرفونه قبلا أنه كان يستعطي، كانوا يقولون: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ فقوم كانوا يقولون إنه هو، وآخرون كانوا يقولون: لا، لكنه يشبهه. أما هو فكان يقول: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: الإنسان الذي يدعى يسوع صنع طينا وطلى به عيني وقال لي: امضي واغسل وجهك في سلوام. فمضيت وغسلت وجهي فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك الإنسان؟ قال: لا أعلم. فقدموا الذي كان قبلا أعمى إلى الفريسيين. وكان سبت لما صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصرت؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأبصرت. فقال قوم من الفريسيين: إن هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. وقال آخرون: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. فقالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه فإنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدقه اليهود أنه كان أعمى وأبصر، حتى دعوا أبويه فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجاب أبواه وقال: نعلم أن هذا ابننا وأننا ولدناه أعمى، أما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم. هو كامل السن، اسألوه فيتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان اليهود، لأن اليهود كانوا قد قرروا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه أنه كامل السن، اسأله. فدعوا ثانية الرجل الذي كان أعمى وقالوا له: اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب الذي كان أعمى قائلا: إن كان خاطئا فلا أعلم، إنما أعرف شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. قالوا له: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، فماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ هل تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه قائلين: أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن الله كلم موسى، وأما هذا فلا نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن هذا أيضا لعجب، إنكم لا تعرفون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، لكن إن كان أحد لله عابدا ولإرادته صانعا فلهذا يسمع. منذ الدهر لم نسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لا
لما قدر أن يفعل شيئا. أجابوه وقالوا له: أنت بجملتك مولود في الخطية وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن أنت بابن الله؟ أجاب وقال: من هو يا سيدي فأؤمن به؟ فقال له يسوع: إنك تراه وهو الذي يتكلم معك. فقال: أؤمن يا سيدي، وسجد له. قال يسوع: إني أتيت إلى هذا العالم للدينونة، لكي يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا بعض الفريسيين الذين كانوا معه فقالوا له: هل علنا نحن أيضا عميان؟ فقال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، والآن أنتم تقولون إننا نبصر، فخطيتكم ثابتة، والمجد لله دائم.